مباشرة سي بلال اليحيوي باش يعطينا فكرة على بقية التفاصيل في هذا اليوم. سي بلال مرحبا. مرحبا بك اختي، ومرحبا بكيف المسامعين لدار الوطن. مرحبا. الناس كل تسأل فينا العشية كيفاش، في الليل كيفاش، على خاطر ماك تعرف اليوم يرجعوا المربين للدراسة وغدوة شوية تلامذة. ولا الحقيقة وضع استثنائي بصفة عامة، معناتها نجم نقولوا ولا بصفة خاصة وضع استثنائي، معناتها خاصة على المناطق الساحلية أو المناطق الشرقية الكل بصفة عامة، خاصة من تونس الكبرى إلى حدود حتى ولاية كبس ومدنين، معناتها في وقت لاحق. وعلاش دليل لأن الوضع استثنائي، معناتها أول مرة معناتها في هذا العام تعدينا لمرحلة الخطورة القصوى اللي هي اللون الأحمر، كان لاحظتوها خاصة على خريطة اليقظة الموجودة على الموقع نتاعنا ولا حتى على التطبيق نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي. صحيح. منبهين اللي خاصة ثم معناتها أمطار أو معناتها سحب رعدية اللي باش تكون محمولة بأمطار غزيرة وفي وقت وجيز، اللي تنجم حتى تساهم في ظهور فيضانات أو في ظهور معناتها سيلين الأودية وما إلى ذلك من معناتها من نزول الغزير لأمطار في وقت وجيز. يعني الناس يردوا بالهم اليوم راهي مازالت المطر. مازالت اليوم العشية وحتى بداية الليل القادمة مازالت، ديجا نحن البلاغ نتاعنا اللي زرع مع خريطة اليقظة ينص انه في اليوم العشية والليلة القادمة يتواصل نزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الشرقية للبلاد مع تساقط البرد كذلك وظهور الصواعق اللي هما معناتها اللي سكلير نشوف فيهم بكري الكل. كل الامطار هامه خاصه كما قلت لك بولايه نابل، سوسه والمستير والمهديه، عندك سوسه والمستير والمهديه عديناها معناتها للفيجيلونس روج معناتها للون الاحمر. معناها يردوا بالهم بشكل كبير جدا. معناتها بشكل استثنائي العباد تدر بها، عباد ما تخرجش بكرهبها، عباد معناتها تحاول انها معناتها تشد بلاصتها. تنجم في اي لحظه معناتها كما قلت لك تصب امطار، تصب في وقت معناتها وجيز وامطار بكميات هامه. نحن لاحظنا حتى معناتها الصباح الكميات اللي صبت، مثلا نعطيك مثلا في القلعة الكبرى صبت بين 7 متاع الصباح والعشر غير داجين 80 مليمتر. ما شاء الله. ومعنا بعد حتى الكميات الاخرين حتى في سيد الهاني في سوسه المدينه 52 مليمتر، هذوما الكميات اللي وصلنا معناتها الصباح في ولايه سوسه. ما زالت معناتها الوضعيه استثنائيه اليوم العشيه والليله في الليل، وان شاء الله معناتها ابتداء من هذه اخر الليله معناتها تتقلص تدريجيا حد معناتها التقلبات هذه اللي نحن نعرفوها تتسمى بالرجوعات الشرقيه. قدرة ربي معناتها تتجه تدريجيا نحو الشرق، وان شاء الله معناتها من هنا لاخر الليله وبدايه يوم الغد تتقلص معناتها التقلبات هذه وتتقلص فعاليتها. وكما قلت لك معناتها الولايات اللي ذكرتهم سلفا هما ولايه نابل، سوسه، المستير والمهديه، ثم تشمل كما قلت لك من بعد ولايه صفاقس ولاحقا معناتها ولايه كبس ومدنين، خاصه معناتها اخر نهار في الليل الكميات اللي احنا متوقعينها حاطينها بين 40 و 60 ملم وتنجم توصل حتى محليا ل 90 ملم. كما قلنا معناتها غدوه ان شاء الله يتواصل معناتها نزول امطار متفرقه محرين عاديه بالمناطق الغربيه للشمال والوسط معناتها بعد الظهر يوم الغد. ان شاء الله. الف شكر سي بلال، واحنا باش نقعدوا نرجعوا لكم كل ما وين تكثر تساؤلات الساده المستمعين، على خاطر الناس كل يحبوا ديما يعرفوا المعلومه محينه. وحبيت نسالك هذه مساله استثنائيه ولا في العاده في الخريف هكا؟ خاطر يمكن هي حاله استثنائيه معناتها حاله اللي نعرفوها ديما في الانتر سيزون في شهر سبتمبر، معناتها حاله معناتها السحاب الرعديه والامطار الغزيره ديما معناتها نشهدوها. اما تجي ساعات بعض الحالات الاستثنائيه كما عملناها معناتها الحاله الاستثنائيه اللي شدناها في مثلا في نابل فيضان نابل كما تذكروها، الامطار اللي تعدات لي مثل الفيرطه معناتها خاصه في المنطقة الشرقية وخاصة زاد في جهة الساحل، وزاد كيف الخميس اللي فات المطرة الباهية اللي كانت خاصة على تونس الكبرى. جي معناتها ديما من شهر سبتمبر نحن نعرفوا ونبداو مستنيين فيه، نبداو متحضرين، وان شاء الله معناتها كل شيء باللطف. ان شاء الله يا ربي. شكرا سي بلال، والى اللقاء. تردوا بالكم اكيد الناس اللي ساكنين على السواحل الكل حتى المدنين تردوا بالكم، على خاطر كما سمعتوا فما امطار مازالت جايه، ويقولوا كما يقولوا ناس بكري يقولوا اذا شرقت غرقت، وربي يستر. نسمع اغنيه ثم نعود لتفاصيل هذا اللقاء في علاقه بالبلاغات. عبد المفارق حبيبه والجمله بيدفيه